تعالى بقى اكمل معاك يا محمود، يلا عشان بينا انا بحاول اجري معاك معلش اللي كانت موجوده في عشان الجنة. عايز منك بقى استخلاص الاسبوع، استخلاص الاسبوع واغرب فرصه طبعا. دي فرصه كان في مباراه وهي مباراه واحده كان فيها اغرب فرصه ضاعت في الدوري الاسبوع ده، وافضل استخلاص دي الكره الاولانيه صابر رحيل، كان كورنر لنادي الجونه، اتلعبت الكوره. وعاوز اقول لك بقى، بص الراجل هيلعبها لايفونا، ايفونا رقم 9 لاعب نادي، بص بقى عاوز اقول لك هنا الراجل رقم 24 اعتقد ان هو ممكن يكون محمد اسماعيل المساك بتاع الجونه. بص يا كريم، الراجل استلم خلاص هيجيب الجون، الراجل في اخر ثانيه شال الكوره بالظبط، طبعا عظيمة. جميله جدا، لان طبعا مخاطره كبيره بس مخاطره محسوبه. بس بص هنا في الزاويه القريبه هتلاقي يعني الراجل، بص هو خلاص، بس بيني وبينك وايفونا استلامها وحش جدا، وايفونا برده بالمناسبه هو اللي صاحب. بص الراجل يعني مؤثره جدا كمان في نتيجه الماتش. اغرب بقى فرصه في الاسبوع، ولا ممكن تكون اغرب فرصه في الدوري كله، يلا. فرصه اللي ضيعها ايفونا مهاجم نادي الجونه هنا، الكوره كان غريب قوي، الماتش كان غريب جدا. بص يا كريم، مفيش اي حاجه صعبه ان هو يحط الكره في الجون، فرصه غريبه جدا جدا، لو اتعادت 20 مره هيجيب ال 20 مره جون، مفيش حد مضايقه، مفيش حد، والكره جايه بالراحه جدا، بطن رجلك وش رجلك لو انت قاصد تقلشها، لا ما اقدرش سرعتها كمان، هي دي المشكله، ومش محتاجها كريم بصراحه، يعني الموضوع يعني ده الخطا ده ان هو ما قدرش سرعتها، هو لو قاصد ان هو يقلشها مش هتطلع عدم تركيزه، لازم عينه تبقى على الكوره، لو عينه على الكوره كان حطها. انا لو حابب ان احنا نكمل اجمل 3 اهداف، اجمل 3 اهداف بقى، وكان فاروق انا وهو كنا بنتناقش في الموضوع ده، هتكلم في هدف لازم اتكلم عنه كل اسبوع يا كريم، نتكلم مع بعض وانت تقول لي تختار انت وتختار فاروق بقى. طبعا ده الهدف الاول المميز جدا جدا عند طبعا عمر كمال عبد الواحد، ولكن عاوز اقف عند الزنفولي اللي بجد من افضل الحراس اللي موجودين في الدوري المصري، عمل 3 تراي قدر يبص. اتفق معاك، وانا قلت قبل كده اتمنى فيتوريا كمان يبص، يا ريت يا ريت الزنفولي من طبعا عمر كمال عبد الواحد مش اول هدف يجيبه، ولا ثاني هدف ولا ثالث هدف، مميز جدا في التسديد. عاوز اقول لك ان هو تقريبا اكتر باك رايت اخر 5 سنين جايب اهداف في الدوري المصري، هو عمر كمال عبد الواحد، مميز جدا في اي مكان بيلعب فيه، بس هو مش في اخر 5 سنين بيلعب باك رايت، هو اخر موسمين بس، وبعد كده هو راجل كان بس بالظبط كده، ولكن ارقامه لما بيلعب كباك رايت هو من اكتر اللعيبه اللي بتعمل بتجيب اجوان، ما بيعملش اسيستات قد ما بيعمل قد ما بيحرز اهداف. سجلها مع المنتخب كمان يا شاكر، ان هو يبقى موجود لما الكره ترد، ده مهم جدا في الجزائر، نفس هدف المنتخب كمان ماتش تونس ده كريم بقى. طبعا الهدف عشان احنا من عشاقه ومحبين مابولولو، الجون ده طبعا يعني فاروق كان بيقول لي الجون ده احلى جون، انا يعني بين الجون ده وبين جون عمر كمال عبد الواحد. هنا بقى اقف بس معلش لحظه يا كريم، 1 2 3 4 4 لعيبه من نادي الاسماعيلي، ان انت يبقى عندك القدره انك تستلم برجليك الثانيه عشان نكمل واحنا بالكوره دي، استلم برجليك الثانيه وقام لامم في نص متر، وقام لامم ولعب الكوره بيمينه وبشماله، هنا تميزه في حاجه بعيده كمان على فكره، كان ممكن يحطها في نص الجون عادي جدا بالظبط، وممكن وهي جايله ومطلعها تلاقي في المدرجات. تميزه ان هو بيستلم باليمين او بالشمال وبيرقص باليمين وبالشمال، ومميز في التسديد بالاثنين. مابولولو واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين قبل ما تعرض الهدف الثاني، انا ارجع بس، انا ليا نقطه بس اكلمك فيها ده. نرجع تاني لما استلم مابولولو الكوره، لو حاطين 10 مهاجمين في الموقف ده، نرجع للهدف اول ما استلم الكوره، لو 10 مهاجمين في الموقف ده هيعملوا ايه؟ هيقفوا يدوا المدافع ظهرهم ويستلموا الكوره ويلعب لفوش ويلعب للي بره. برافو عليك، هو عمل ما عملش كده، برافو عليك، فكر في المختلف، هيحط نكمل. لو اي مهاجم تاني هيحط ظهره ويلعب للي بره، لكن بص هو عمل ايه؟ عمل فكر، استلم بالشمال، مهاجم او اثنين اللي ممكن من ال 10 مهاجمين يفكروا كده، استلم بالشمال ورقص بالشمال وحط باليمين. الهدف الثالث يمكن الناس ناسيه شويه، وطبعا صاحب الهدف الثالث بنتمنى له الشفاء، لان هو افضل موهبه في مصر، هو طبعا ابراهيم عادل، واحد من اجمل الاهداف اللي موجوده. بص يا كريم، الباكورد جميل جدا جدا، الهدف ده ما خدش حقه خالص، والناس ما اتكلمتش عليه، يمكن عشان ده كان اول مباراه في الجوله الثانيه. ابراهيم عادل دايما بقوله وبكرر ان هو لازم يطلع بره مصر، لازم يروح في اوروبا. انت شايف مين احسن هدف في الثلاثه؟ انا انا شايف ان هدف ابراهيم عادل عشان مختلف شويه. وانت شايف افضل هدف مابولولو؟ انا شايف عمر كمال عبد الواحد. حلوه كده، الثلاث اهداف حلوين، ما وصلناش لحاجه كده بس. فده طبعا دول كان اجمل 3 اهداف في الجوله، وهي جوله ما كانش فيها اهداف كتير. طيب